على سيارة. خلنا نقوم انت وضع. دقيقة عندي لغز قبل لا تروح. عندي تفضل يا ابو. عندي لغز. تفضل. دام فضلك. عندي لغز. تفضل. عندي لغز. يلا عطني عشان احله والله. درينا عندك لغز. طيب. اللي بيجاوبه له 300 نقطة. وش عندك؟ 300 نقطة ولا 30؟ 500. 300 نقطة. وش عندك؟ 500. خلها في النو. يلا تفضل. لغز. ها؟ لغز. شاءت الأقدار. حلو؟ شاءت الأقدار. قصة ولا لغز؟ إيه إيه. يلا. شاءت الأقدار. حلو. ويوم جيت طال عمرك الا سبحان الله نمله ناشبه في مغناطيس السبب ليه؟ نمله ناشبه في مغناطيس وشاءت الاقدار السبب ليه؟ لابس الكعب بسرعه بسرعه غلط خلاص راح عليك بسرعه. جاوب جاوب مركبه تقوي احسنت تو بقوله والله لا 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 غلط غلط دقيقة دقيقة غلط دقيقة غلط. عندي إجابة ثانية قالت سؤالي تخشرني بعد في سؤالي عندي إجابة ثانية انا عارف النملة فيها واحد ثاني واحد ثاني واحد ثاني إجابة ثانية تريلة مرت من فوق كبري ولا تأثر الكبري ولا شيء ومرت نملة وطاح الكبري السبب لابسه كعب تريلة مرة من فوق لا لا خذ لفة لا خذ لفة خذ لفة يلا مشعل عدل اللغز تريلة مرت من فوق كبري لايف حسين قاعد يفكر من قلب ومرت نملة وطاح الكبري على طول السبب يمكن نملة كانت في التريلة لا دبة ها بسرعة قد تفكر وسوي العبقري يخلص حسين نملة كانت كنا ما تقهوة اليوم لا 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 تعطينا أسئلة غبية ما هي بغبي كيف لا 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 لو سمحت احترمني واحترم أسئلتك كيف نملة ما طيحت كبري شلون يعني بالعقل أنت تستهبل علينا يعني هذا جوابك صح أنت تستهبل علينا أنا جوابي أنا ما أنت تستهبل علينا طيب سياف لا غلط سياف عيد اللغز آخر مرة لا كبري مرت من فوقها تريلة ما تأثر ولا شيء من يوم مرت النملة والكبري على طول طايح ليه كبري كبري بسرعة قرأ ترى قريب الجواب الله شاء كبري شاء. ها القصتك لا قدر الله ما شاء فعل حلوة والله إني قلتها لا لا أنت قلت الله الله صح يا عيال انت قلت لي ما تجي وما ادري ايش الطقطق والجواب في يدك المشكله راح طيب عندي لغز ها عندي لغز زين في نمله دخلت تحت الباب لا في نمله وعطيتها موهبه في نمله في نمله قم 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 هيا زين الحين كم هموم الدنيا هموم الدنيا خمسه ثلاثة هم حزين هم سعيد وهم برجر ها 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 لا تسرقوا نكتة الشيخ ما ادري عنه هذا مسوي ذكي هي موجود زين لا حفظ حقوق هذا حق الشيخ حق اللي جانا البارح ايوه الشيخ اللي جانا البارح ايوه اللي يجي يلا يا عيال يلا يلا معدل 3